تعد نعمة الله لا تحصوها، صحة في بدن، أمن في وطن، غذاء وكساء وهواء وماء، لديك الدنيا وأنت ما تشعر، تملك الحياة وأنت لا تعلم، وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، عندك عينان ولسان وشفتان ويدان ورجلان، هل هي مسألة سهلة أن تمشي على قدميك وقد بترت أقدام، وأن تعتمد على ساقيك وقد قطعت سوق؟ أحقيق أن تنام ملء عينيك وقد أطار الألم نوم الكثير، وأن تملأ معدتك من الطعام الشهي، أن تكرع من الماء البارد وهناك من عكر عليه الطعام ونغص عليه الشراب بأمراض وأسقام؟ تفكر في سمعك وقد عفيت من الصمم، تأمل في نظرك وقد سلمت من العمى، منظر إلى جلدك وقد نجوت من البرص والجذام وسائر الأمراض، والمح عقلك وقد أنعم الله عليك به بحضوره ولم تفجع بالجنون أو الذهول. أتريد في بصرك وحده كجبل أحد الذهب؟ إنك في نعم عميمة وأفضال جسيمة، ولكنك لا تدري، تعيش مهموم مغموم حزين كئيب، وعندك الخبز الدافئ والماء البارد والنوم الهاني والعافية الوارفة، تفكر في المفقود ولا تشكر الموجود، تنزعج من خسارة مالية وعندك مفتاح السعادة وقناطير مقنطرة من الخير والمواهب والنعم والأشياء. فكر واشكر، وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ من كتاب لا تحزن للدكتور عائض القرني.